البرلمانية أو انتخابات مجلس النواب في 14 محافظة مصرية في المرحلة الأولى للانتخابات. 1879 مرشحا على يتنافسون على 71 دائرة انتخابية للمقاعد الفردية وأربعة قوائم و 33 مليون ناخب اليوم سيدون بأصواتهم اليوم وغدا في 14 محافظة في 10,140 لجنة انتخابية. يعني النهاردة الانتخابات بتنطلق وبكرة إن شاء الله دي الجولة الأولى اللي بتبدأ في مرحلتها الأولى في 14 محافظة. ربما وجب علينا أن نذكر أن هذه الانتخابات هي الانتخابات الثانية أو البرلمان الثاني بعد ثورة 30/6. البرلمان أو مجلس النواب الأول تم انتخابه وبتنتهي إن شاء الله يعني هذه الدورة في يوم 9 يناير القادم، وهذا البرلمان لكي لا يكون هناك أي فراغ تشريعي لا قدر الله، ولدينا الحمد لله الآن برلمانا أو غرفة من غرف البرلمان هي مجلس الشيوخ اللي تابعنا جميعا عقد الجلسة الأولى أو الجلسة الافتتاحية لهذا المجلس خلال الأيام القليلة الماضية. إذن بنستمر في استكمال البنيان التشريعي للدولة المصرية، وبتسير الدولة المصرية رغم هذه المجابهات والتحديات الطبيعية وغير الطبيعية، منها فيروس كورونا مثلا. فيروس كورونا العالم كله يبدأ من جديد في الحذر، ويبدأ من جديد في ربما شبح الإغلاق وشبح الحظر. التجوال النهاردة في فرنسا حوالي 54,000 إصابة، أعلى نسبة في أوروبا، وإغلاق لبعض المدن والحظر الليلي في عموم الدول الأوروبية. ورغم ذلك هناك تخوفات كبيرة، لكن الدولة المصرية كانت وكما عودتنا خلال أزمة كورونا إن احنا نسير على قضيبين، نسير على وكأنه قطار بيسير. الأول هو الاحتراز والإجراءات الاحترازية وعملية التدقيق من أجل صحة الناس وعدم إن شاء الله انتشار هذا الوباء. اتنين، ألا نغلق قطاعاتنا ومصانعنا ومحلاتنا ونغلق كل شيء، ومن ثم بدلا من أن يحدث خراب أو يحدث دمار نتيجة كورونا، يحدث دمار أو خراب نتيجة الإغلاق الاقتصادي. فكانت الخطة أنه يتم عملية الموائمة بين هذا وذاك، والحمد لله نجحنا في أكثر من فعالية، والفعالية الحالية هي فعالية انتخابية عند أكثر من 63 ناخب لهم حق التصويت. بنسأل من الجميع أو نسأل الجميع أو ندعو الجميع أنه صوتك حق وواجب، حق عليك وواجب عليك وحق ليك وواجب عليك. علينا أن احنا نحاول كل واحد فينا ياخد حقه، كل واحد فينا يعمل الواجب اللي عليه. وأنا يعني في تقديري أنه عدم إدلائك بصوتك ده يمثل تنازل منك عن حق من حقوقك، وفي نفس التوقيت بتفرط في هذا الحق. وعليك ايضا يعني نقيصة وطنية ان انت لم تدلي بصوتك، واستمعنا من قبل وتابعنا ان هناك يعني نوع من القانون في غرامات لمن لا يدلي بصوته. وخلينا زي ما كنت بتكلم مع المستشار الجليل لاشين رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، وبنبحث ونتباحث، لانه الموضوع احنا محتاجين بلدنا تبقى افضل، ومحتاجين صورتنا ايضا تبقى افضل. فكل الناس اللي عندها رغبة حقيقية في ان احنا نتغير فعلينا نبدأ نروح. لو انت في حاجة مش عاجباك، في نائب مش عاجبك، في مسؤول مش عاجبك، زي ما انت عايز. وسيلة التغيير في الدول المحترمة هي صناديق الانتخابات. وسيلة التعبير عن الرأي في المجالات السياسية والاقتصادية هو صندوق الانتخابات. يعني وسائل التغيير ووسائل التعبير عن الرغبة في التغيير دائما في الدول المحترمة هي صناديق الانتخابات. صناديق الانتخابات الآن مفتوحة،
وبتنادي على كل الناس يلا اتفضل، وكل واحد فينا في دايرته وفي مكانه. مش حجة انك تقولي انا معرفوش، لا واجبك تعرف. مش حجة انك تقولي انا كلهم زي بعض، لا بالتأكيد مش كلهم زي بعض. ويخطئ من يظن ان صوته لا قيمة له. اوعى تصدق انه ممكن انه حد ينجح بالتزوير. ده كان زمان بيحصل، كان بيحصل، وكان عندنا برامج وعندنا خطط ولقطات وآليات وفلسفات للتزوير، كانت يعني حدث ولا حرج. الكلام ده قبل لغايه 2010 تحديدا كان ممكن يبقى في تزوير، ممكن في تلاعب عدم نزاهه غيره. بعد ذلك قولا واحدا لم يردد ولم يوجه احدهم من هؤلاء الى النظام الانتخابي او الاستفتاء او الانتخابات في مصر اي اتهام انه في تزوير، لانه مستحيل مستحيل وفقا لما هو موجود ان يكون هناك تزويرا للانتخابات. لكن الجميع بيتحدث عن نزاهه الانتخابات. النزاهه هي تكافؤ الفرص. النزاهه ان يكون في تكافؤ فرص بين المرشحين، ان يكون في عمليه التصويت بانسيابيه دون مضايقات. كل دي حاجات بتؤثر في نزاهه الانتخابات. والدوله واللجنه العليا للانتخابات هي الجهه الوحيده المنوط بها اداره العمليه الانتخابيه من الالف الى الياء. المستشار لاشين واعضاء اللجنه مجموعه من رجال القضاء المحترمين اللي بيديروا العمليه بشكل حرفي وشكل احترافي، وعندهم لجان لمتابعه كل ما يدور، ولجان ايضا لتلقي اي شكاوى من اي مرشح بانه فيه مال سياسي. واحد عمال يصرف فلوس او بيدفع فلوس علشان يؤثر في اصوات الناخبين او توجهات او اتجاهات التصويت. دي مخالفه طبقا للهيئه العليا للانتخابات او الهيئه الوطنيه للانتخابات. واي حد عنده شكوى من شايفين مرشح عمال يعني يصرف فلوس او ما نسميه ادبيات في ادبياتنا بالمال السياسي، عليك فقط ان تتصل بالهيئه العليا للانتخابات او الهيئه الوطنيه للانتخابات لاختارها في المكان والزمان والشخص او المرشح والواقعه. بس طبعا بالتاكيد ما تكونش واقعه يعني فيها نوع من النكايه في احد او فيها نوع من توريط احد. يعني في ناس ممكن يجيب مجموعه يصورهم ويديله فلوس ويقول انا المرشح فلان الفلاني، وعشان يصورها ويبعتها للجنه عشان بيضرب فلان الفلاني وهو مرشح منافس. ده بيحصل وده حاصل. خلينا اقول ان احنا في موسم او كاننا في سوق عكاظ للانتخابات، كله بيتكلم وكله بيسوق، كله بيقول افكاره وبيقدم وغيره. طبعا قبل الانتخابات بشويه بيبقى فيه حاجه اسمها الصمت الانتخابي. الصمت الانتخابي لاتاحه الفرصه للناخب انه يفكر، يعني كله عمال ينتخبوا مين، روحوا مين، كذا الى اخره. وفي النهاية بيقول لك ادي الناخب فرصة يتأمل بعيدا عن ضوضاء الدعاية الانتخابية. دي الفكرة الأساسية. وطبعا احنا شايفين استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على نطاق واسع في الدعاية للناخبين ان هم ينتخبوا، والمرشحين كل واحد بيعرض برنامجه وبيعرض يعني افكاره. خلينا اقول انه كل دول العالم فيها الانتخابات، كل دول العالم في انتخابات لما يكون عندي 63 مليون ناخب. يعني تخيل قد ايه 63 مليون ناخب، ده كم دولة فيها 63 مليون. نسبة التصويت او نسبة يعني حضور الانتخابات كانت اعلى سنة كانت 2012، يمكن كانت حالة 40% تقريبا من يحق لهم التصويت راح 40%. القصة 40% يعني برضو، وكان في 2012 زخم واستقطاب حاد واسلام سياسي، واسلام سياسي منفرط عقده بين سلفيين ومش عارف مين ومين ومين وسط وغيره، والناس اللي كانوا تبع الحزب الوطني والشباب الجديد والائتلافات الجديده، كل ده كان في 2012. وحضر حوالي ما يقارب من 40% من عدد الاصوات، من عدد الناخبين اللي يحق لهم التصويت. وبعد كده بتنزل بقى 20% 12% كم في المية وهكذا. عايز اقول ان فيه ثقافة مصرية يجب ان يتم تغييرها، وهو لماذا لا يحضر الناس الانتخابات.
يعني حد يقول لي اصله كان الانتخابات مضمونه نتيجتها مثلا قبل كده، فانا بقول لا والله قبل كده النتيجه كانت بتبقى فيها تزوير، ما فيش نزاهه غيره. من 2012 2012 تحديدا لا، الانتخابات كانت ورغم ذلك كان فيها 40%. فانا عايز اقول انه الحضور معيار من معايير وعي المجتمعات. الصور اللي قدامي اهو دي النهارده في اللجان الانتخابيه، الناس بتخش تدلي بصوتها، طبعا اليوم الاول وعندنا اليوم الثاني لسه بكره ان شاء الله. ادي المراه المصريه كما عودتنا دائما بترسم لوحه وطنيه، ناس رافعين اعلام مصر اهم وقدام اللجنه، وفي تباعد. يعني انا بقرا الصوره معاكم، انا لسه ما شفتهاش بشوفها دلوقتي. معي على الهاتف سياده المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ ورجل القضاء الرصين. اهلا بيك يا سياده المستشار. اهلا بيك يا فندم، اهلا وسهلا. اولا كل سنه وحضرتك طيب، ثانيا بنهنئك على رئاسه مجلس الشيوخ، ثالثا بنهنئك على الاداء الراقي في الكلمه التي القيتها وفي شكل مجلس الشيوخ النهارده. بتبدا العمليه التصويتيه للغرفه الاولى من الكيان التشريعي المصري، بتقول ايه للناخب المصري في هذا الاطار، واحنا بندعوه الى مزيد من الوعي بالحضور للتعبير عن رايه، حتى وهو اذا اراد ان يغير عليه ان يعبر في صناديق الانتخابات. تفضل سياده المستشار. اولا يا فندم كل عام وانتم بخير، يعني بمناسبه المولد النبوي الشريف، وشكرا جزيلا على تهنئتكم الرقيقه. وبالنسبه للحقيقه يعني هذا الاستحقاق الدستوري الذي نحن بصدده الان، انا الحقيقه يعني دعني اتقدم من خلال منبركم، لان انا اخاطب الناخب المصري وخاطب المواطنين المصريين باستعمال حقوقهم الدستوريه بمباشره حقوقهم السياسيه في الانتخاب لاختيار العناصر التي تصلح وتشرف باذن الله الغرفه الاخرى، لان احنا بنامل باذن الله ان شاء الله ان يكون لنا غرفتين يعني يكون لهم تكامل ويكون لهم وجود حقيقي في الشارع ويكونوا مؤثرين في الحياة السياسية المصرية، ولا يتسنى هذا إلا بحسن اختيار وبنود نزول الناخبين واندفاعهم وتدفقهم على الأدلاء بصوتهم إن شاء الله، حتى نتمكن من الوصول إلى الصورة الراقية الكاملة التي تشرفنا كمواطنين وتشرف مصر وتبقى واجهة تشريعية بإذن الله. يعني نستطيع يعني من تعاون وتكامل الغرفتين إن احنا نصل إلى مواكبة التطور يعني اللي بيحصل في مصر الى الاحسن ان شاء الله باذن الله. سياده المستشار، يعني دلاله عقد هذه الانتخابات في اجواء كورونا كما حدث مع الغرفه الاولى التي تشرف برئاستها الان ومجلس الشيوخ، الرساله التي يمكن ان تصل للعالم من خلال اقامه استحقاقين انتخابيين متتاليين في ظل جائحه كورونا. هو الحقيقه ده بيعني بوضوح شديد ان احنا متمسكين باستكمال استحقاقاتنا الدستورية في مواعيدها، وبيعلن للعالم الحمد لله انه مع تمسكنا بهذه الاستحقاقات ايضا ان احنا شعب الحمد لله قادر على حماية مواطنيه من ناحية الصحية، ووجود ال الأجهزة الطبية بجوارنا وتنقية الأجواء صحيا لكي يؤدي الناخب دوره كلها في أفضل الظروف الصحية، والتباعد الاجتماعي وكل هذه القواعد مطبقة بشكل جميل وراقي وعظيم، يعني بيؤكد للعالم أن احنا
يعني الحمد لله شعب حريص على حقوقه وممارسة حقوقه وفي أفضل الظروف اللي نتباهى بها قدام العالم كله الحمد لله. سيادة المستشار، في حديثكم في الجلسة الافتتاحية تحدثتم عن هؤلاء المتربصين بالوطن من الشر وأهله، وقلتم بأن مجابهة هؤلاء واجب وطني. كيف يساهم مجلس الشيوخ بقاماته وهاماته في مساندة الدولة والوقوف في خندق الدولة في فتح وكشف هؤلاء وتغيير هذه الصورة الكريهة التي يحاول هؤلاء أن يعني يشوهوا بها واجهة الوطن؟ بإذن الله، بإذن الله، بوجود الغرفتين إن شاء الله التشريعيتين بإذن الله وتكاملهم وأداء دورهم المساند بإذن الله للحكومة، أعتقد بأمر الله يعني هنسد كل الطرق اللي بيدخل منها راغبي الإشاعات وراغبي يعني اللي هم أنا سميتهم خفافيش الظلام الحقيقة. صحيح. لأن يعني يعني ما بيسيبوش فرصة حاجة شيء يعني في غاية الغرابة أن يعني يتناولوا الاختصاصات، هذه قليلة هذه كثيرة، يتناولوا بطرق يعني كلها محاولة هز ثقة الناس في مجالس التشريعية في قياداته في بتاع. ولكن الحقيقة الحمد لله يعني المواطن المصري وصل إلى 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 درجة من النضج نستطيع يعني بصدق النهاردة أن نباهي بها أمام العالم كله، وإن شاء الله نكمل استحقاقاتنا ونصل إلى يعني ما نصبوا إليه بهذا التكاتف وهذا الجو الراقي إن شاء الله. سيادة المستشار، آخر سؤال أسقلت على حضرتك، ماذا تنتظر أو ماذا تطلب من الإعلام ليكون عونا للغرفة التشريعية مجلس الشيوخ، وماذا يمكن أن تقدم أيضا من خلال مجلس الشيوخ للإعلام؟ الإعلام، الإعلام يعني قيمة مؤثرة جدا جدا في اي مجتمع وليس المجتمع المصري وحده. والحقيقه انا بناشد الاعلام انه يلقي الضوء على كل الانجازات في كل المجالات ومنها ايضا انجاز هذه الغرف التشريعيه بحيث انه يطمئن الناس ويطمئن الشارع المصري بان المجالس بتاعته بتعمل بجد واجتهاد، ويستطيع ايضا ان يعني مع احترام الكامل ان كان هناك نقد ان كان هناك يعني ان يقوم بدوره، يعني احنا لا نطلب منه ان يكون فقط مجرد مساند للايجابيات ابدا، اذا راى هناك تقصير راى ان هناك بالعكس ده يعني مطلوب منه ان هو يحمس هذه الاجهزه يعني ربما حتى يستطيع ان يكشف امامها بعض النقاط التي تستطيع ان تتصدى لها. يعني انا شايف ان في تحقيقات صحفيه بتكون ساعات في غايه الروعه بحيث انها تلقي الضوء على مشكله معينه وتستظهر هذه المشاكل بحيث ان المجالس تتعامل معها، يعني الدور لابد ان يكون دور فاعل اكثر من هذا. ايضا انه يعني في عتاب بسيط على الاعلام ان هناك انجازات كثيره جدا جدا في مجالات عديده اعتقد انه يعني لم تلقى الضوء الكافي عليها، وان شاء الله الفتره الجايه نكون احسن ان شاء الله. سياده المستشار، كلمه اخيره لقائد الربان الرئيس عبد الفتاح السيسي. والله يعني اقول له يعني سير على بركه الله، وكلنا كلنا وكل الاجهزه ستكون معك ان شاء الله، يعني مصر تستحق منا جميعا أن نقف ونساند ونؤدي أدوارنا في كل المجالات بشفافية وبصدق وبأمانة، وربنا إن شاء الله يوفق الجميع إن شاء الله. المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، متحدثا عن الانتخابات البرلمانية الجارية، ومتحدثا أيضا عن ما يمكن أن يقدمه الإعلام لمجلس الشيوخ وكيف يمكن أن نجابه أهل الشر من خلال حزمة من الأدوات في أيدي الدولة المصرية، ويطالب الإعلام بأن يلقي الضوء على
الإنجازات المتحققة، لأن هناك الكثير من الإنجازات التي لم تحظى بالتغطية الإعلامية الكاملة. معلوم طبعا، وكما أعلن المستشار عبد الرازق، إنه مجلس الشيوخ الآن تم تشكيل لجنة لإعداد اللائحة الداخلية، وسيتم عودة الجلسات إن شاء الله بعد 40 يوم من رفع الجلسة الأولى، اللي هي الجلسة الإجرائية اللي تم فيها انتخاب الرئيس والوكيلين، وتم حلف اليمين الدستورية داخل قاعة مجلس الشيوخ. أتمنى التوفيق لهذا المجلس، وأتمنى أيضا ونحن الآن في عملية مخاض لولادة برلمان جديد. يعني احنا دلوقتي في وقت في ميلاد برلمان جديد، بكره ان شاء الله هنجد في ناس ان شاء الله، هل هناك فرسان برلمانيون سوف يقومون بحسم المعركه من الجوله الاولى؟ يعني في ناس بكره هتنجح من الجوله الاولى بكره ان شاء الله؟ بننتظر، لانه ده يعني الفارس اللي يخلص المعركه من الجوله الاولى ده فارس بشكل حقيقي. هنشوف مين بكره. طبعا النتائج لسه، النتائج بتعلنها، النتائج فقط تعلنها الهيئه الوطنيه للانتخابات دون غيرها، مفيش حد حق اصيل لها دون غيرها. لكن في عمليه رصد للارقام، رصد عددي، هذا الرصد العددي ربما يكون مؤشرات لكنها ليست نتائج. بكره ان شاء الله بنعرف مين الفرسان الذين يعني قاربوا على الحسم من المرحله الاولى. وانا بقول الانتخابات صعبه لانه عدد المرشحين كبير، يعني 1879 حلقه 1880 مرشح، رقم ضخم جدا. طبعا نفقات، وفي عمليه انهاك، وعمليه مرور على الناس والناخبين، وكل واحد بيعرض، وفي ناس بتشكك، وفي ناس بتتخانق، وفي ناس بتضرب. يعني موسم انتخابات بمعنى كلمه انتخابات في كل الفلسفات الانتخابيه في العالم لها تقريبا نفس القواسم المشتركه، لكن هناك طبيعه خاصه للانتخابات المصريه بتاريخ طويل. يعني احنا قبل ان تعرف المنطقه معنى كلمه انتخاب كنا نمارس اعمالا انتخابيه، وكان لدينا مجلس الامه ومجلس الشيوخ، وعندنا مجلس شورى النواب، وعندنا مجلس شورى القوانين، كان عندنا غرفتين، وكان احنا عندنا تاريخ طويل جدا في العمليه الانتخابيه. أنا بتابع الانتخابات، يعني بتابع الصور والفيديوهات اللي جاية في دي واحد سيوة. واحد سيوة يعني في أقصى غرب شمال غرب مصر، واحد سيوة الواحة المصرية الشهيرة، والسيدات والرجال المصريين من سيوة بهذا الشكل واقفين. أول حاجة عجبني جدا التباعد الاجتماعي، وأدي والله يعني صورة رائعة جدا، صورة لأهالينا في سيوة، في واحد سيوة، باللبس أو الملابس أو الزي المعروف لديهم، والرجال بيقفوا بهذا الشكل، في انتظام، في احترام، في نوع من الاهتمام الشديد. يعني دول طلعوا ليه وهم في أقصى يعني الأقاصي في غرب مصر في واحد سيوة؟ يعني واحنا متخيلين مثلا انه يعني الدنيا هادية هناك الى حد كبير، لا، الناس طالعين اهو، السيدات بالزي اللي بيعكس طبيعة المكان، زي البدوي، وطالعين في هذا المشهد. اعتقد انه مشهد حلو جدا، مشهد رائع، يعني مشهد شايفه يعني له نكهة مصرية وطنية من البيئة يعني. وهكذا ايضا الرجال، وفي هذه المنطقة أعتقد أن النهاردة الجو هناك برد يمكن ولا حاجة في المنطقة المفتوحة. دي صورة من الصور اللي لفتت نظري كتير النهاردة، وإحنا بنتكلم على المحافظات البعيدة وكيف للانتخابات صوت، وإحنا بننقل صوت الانتخابات، إحنا صوت الناخب مش صوت المرشح بالمناسبة. يعني هنا نحن صوت لحضرتك وصوت لحضرتك. أهو ده في مطروح برضو، ده جانا من مطروح، يعني اللي فات ده كان من سيوة، ده من محافظة مطروح، والناس برضو واقفين وفيه شايفين، لا حضور، يعني لا في حضور معتبر، والناس برضو ملتزمين لا ده في مطر هناك كمان اهوت، اعتقد في اجواء
في مطر، يعني المناطق الشماليه والشماليه الغربيه في امطار، وهو الناس داخل اللجان بتشوف الاسم، بتاخد الاسم، تاخد الرقم، تخش على اللجنه على طول اهو. ادي في المدارس، قدام المدارس في استعدادات، ده لجنه من لجان السيدات. والله المراه المصريه طول عمرها يعني رفع راسنا، المراه المصريه طول عمرها حاسه بالمسؤوليه، المراه المصريه طول عمرها سباقه، المراه المصريه هي اللي بتقود الاسره المصريه. خلينا اقول على بلاطه، المراه المصريه هي بتتحرك، والناس لا في حضور معتبر في اليوم الاول اهو. ايضا النهارده في اجي على محافظه الجيزه، ده من منطقه كرداسه، ومنطقه كرداسه لا في حضور برضو معتبر، وفي نظام، وفي هدوء، لا في اقبال في منطقه كرداسه اهو، الاهالي واقفين. بس المفروض يا جماعه يعني ناس تنتبه برضو، لانه الاجراءات الاحترازيه المفروض، لان احنا ربنا يسترها علينا، يعني شايفين اوروبا بيحصل فيها ايه، وعايزين تعدي العمليه بسلام، نؤدي انتخاباتنا، نؤدي واجبنا، نحصل على حقوقنا، وفي نفس الوقت يعني ربنا يحفظ الجميع من اي مكروه. دي انتخابات في لجنه من احدى لجان منطقه كرداسه، احدى مناطق محافظه الجيزه اللي موجوده من ضمن محافظات المرحله الاولى والقاهره ان شاء الله. يعني في ناس بتقول لي من شويه احنا مش حاسين بصوت الانتخابات في القاهره، قلنا لهم ما هي القاهره في المرحله الثانيه ان شاء الله، والجيزه في المرحله الاولى باذن الله تتم الانتخابات على اكمل وجه. ده صور من الواقع اهو. الصوره دي صوره من اجمل الصور، يعني الصوره دي من اجمل الصور اللي بتعكس مدى اهتمام المواطن. مين؟ المواطن الصعيدي. دي في قنا، محافظه قنا ومنطقه ايه ابراهيم، ابو تشت في قنا، واهالينا الصعايده الجدعان في محافظه قنا في هذه اللجنه، في نشاط واضح واهتمام واضح، واهو طوابير من الناس، بس ده لابسين الكمامه، شايفين الصوره، صوره حلوه جدا جدا جدا، والناس واقفين اهو. دي دشنا ايضا في صعيد مصر، وايوه هو ده الانتخابات، ودي الناس اهو. ندعم القائمة الوطنية من أجل التغيير اللي فيها 12 حزب، والأولاد أطفالنا هم لهمش صوت، دول الأطفال بس بيتصوروا وموجودين مع أهليهم، وهو كده دايما. احنا كنا بنروح زمان مع أهلينا واحنا لسه ملناش أصوات، ونشوف الجو، نفسنا نكبر عشان ندلي بأصواتنا، ويقول لك يبقى ليها صوت انتخابي أهو. أدي الأهالي، وأدي الناس، وأدي الشباب، وأدي المرأة، وأدي الأطفال، هو ده الجو الانتخابي. لأنه كل مدينة أو كل قرية أو كل عزبة أو كل نجع أو كل مركز، كل واحد فيهم عنده مرشح، والمرشح منهم، من الناس، من المكان، فبالتالي نسبة الحضور أو نسبة المشاركة. احنا الفكرة كلها مش فارقة كتير انه مين ياخد كام في المية، مين ينجح أو مين ما ينجحش، مش فارقة. كل الناس المرشحين مصريين، كل المرشحين مصريين، وكل المرشحين عندهم طموحات ان هم يقدموا حاجة لبلادهم. كل المرشحين على قدم، يعني نحن على مسافة واحدة من كل مرشحين، وكلهم على قدم المساواة. فبالتالي احنا الفكرة، الصورة العامة لدولتنا، الصورة العامة لانتخاباتنا، الصورة العامة لمجلس، نبحث عن الصورة العامة، صورة براقة، صورة مشرقة، صورة مشرفة. بجد محتاجين، مش كلام بقوله، احنا ايه ما اطلع يا سيدي قول صوتك، اطلع ادي بصوتك، اطلع ادلي بصوتك، وانت حضرتك تطلعي تدلي بصوتك. انا تاني بقول، وانا من زمان بقول، يخطئ من يظن ان صوته لا قيمة له. لا، صوتك له قيمة، وصوتك له قيمة. وانا مش بقول اي كلام عشان خاطر ان احنا يعني ال 10% عملت النتيجة، 20% عملت النتيجة، 100% عملت النتيجة، لكن بقول نرتقي بالمشاركة الانتخابية، ونضرب المثل امام العالم اننا شعب متحضر، نمرة واحد، واعي، عندنا وعي سياسي. واحنا المصريين بيتولدوا كده يعني بيفهموا في السياسة، والله يعني الشعب المصري ينزل العيل يعني تلاقي كده لسه في اولى ابتدائي بيتكلم في السياسة. احنا
الشعب بيتكلم في السياسه وبيفهم في السياسه وبيحب السياسه وبيحب بلده، شعب وطني جدا، الناس بتحب بلدها جدا جدا. بقول تعال نترجم ده الى اي حاجه مفيده. ايه الحاجه المفيده؟ ما احنا بنترجم حبنا لبلدنا بنشجع المنتخب، بنترجم حبنا للنادي اللي احنا بنشجعه. معي على الهاتف المستشار رضا محمود السيد المتحدث باسم نادي القضاء. سياده المستشار اهلا بيك. مساء الخير يا استاذ نشأت، وعلى حضرتك وعلى الساده المشاهدين جميعا. يا فندم يعني احسنتم صنعا، وكل صندوق يقف عليه احد القضاة الاجلاء. لا توجد دوله في العالم بتراقب الانتخابات او بتدير الانتخابات من خلال لجان قضائيه وقضاة، وحتى اللجنه العليا او اللجنه الوطنيه للانتخابات ايضا قضاة. دلاله هذا في مفهوم شيوع العداله وتكافؤ الفرص في الانتخابات سياده المستشار. طبعا يعني هذا حق الشعب الكريم علينا، ده يعني هذه مهمه وطنيه يجب ان يقوم بها القضاء بكل يعني التزام ووقار. دلالته طبعا النزاهه والشفافيه، انه يطمئن الجميع للنتيجه النهائيه التي ستصدر بها هذه النتيجه، نظرا لوجود الاشراف القضائي ونظرا لوجود الهيئه الوطنيه للانتخابات بيقوموا بدور عظيم جدا. بالنسبة لنا احنا كمجلس إدارة نادي قضاة مصر اعتاد على عمل في كافة الاستحقاقات، عمل غرفة عمليات لمتابعة سير العملية الانتخابية. وبالفعل قام المستشار الجليل محمد عبد المحسن رئيس النادي بتشكيل غرفة عمليات لمتابعة سير أعمال الانتخابات لمجلس النواب بالمرحلتين الأولى والثانية من كافة جوانبها، بدءا من استلام قضاة مصر المظاريف الخاصة بأوراق العملية الانتخابية حتى انتهاء عمليتي الاقتراع والفرز. من ضمن ايضا دور اللجنة تلقي كافة الملاحظات التي يبديها القضاة القائمين على الاشراف على العملية الانتخابية، وتوفير كافة السبل والوسائل اللي بتهيئ لهم اداء واجبهم الوطني على الوجه الاكمل. سيادة المستشار، يعني في اليوم الاول كيف رصدت يعني غرفة العمليات نادي القضاة سير العملية في يومها الاول؟ طبعا سيادتك تعلم اننا امام 14 محافظة بيتم اجراء المرحلة الاولى بشأنها. صحيح. الغرفة تابعت في اليوم الاول بانتظام السادة القضاة في لجانهم الانتخابية لمباشرة واجبهم الوطني في حراسة وعي المواطنين. انا عايز بس في ملمح مهم جدا يا استاذ نشأت، لازم السادة المشاهدين يعني يستوعبوا جيدا. مقر اللجنة الانتخابية وان كان مكون من 3 كلمات فقط، الا ان وراءه مجهود غير طبيعي، مجهود عظيم جدا، تضافر جهود بشكل كبير جدا ما بين رجال الشرطة والسادة رجال القوات المسلحة ومع القاضي رئيس اللجنة الفرعية. ملحمة وطنية في ظل ظروف صحية يشهدها ويعلمها الجميع. صحيح. نحن أمام جائحة تجتاح العالم كله، فيروس كورونا المستجد، ضرورة اتباع كافة التدابير الصحية لازمة في التباعد الاجتماعي، حرص على ارتداء كمامات طبية، اجراءات وقائيه خاصه بدرجات قياس حراره، كل ده في ظل تكدس وازدحام موجود في اللجان. صحيح. رغم كل هذه الظروف الاستثنائيه الا ان القضاء يقودون هذه الملحمه بكل حكمه وتعقل. بامانه اسمح لي من خلال برنامج حضرتك الكريم ان نوجه كل التحيه للساده القضاة الاجلاء على قيامهم بدور عظيم جدا في الاشراف على العمليه الانتخابيه، يبذلون كل ما في وسعهم للتيسير على الناخبين في القيام بحقهم في الادلاء باصواتهم بكل يسر وسهوله للخروج بالعمليه الانتخابيه زي ما سيادتك تفضلت في ابهى صوره، صوره الالتزام والنزاهه والشفافيه. صحيح. رغم كل الظروف اللي بنمر بيها. صحيح. سياده المستشار رضا محمود سيد المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة، شكرا لحضرتك، واضم صوتي لصوتك، ومن هنا من هذا المنبر احيي قضاة مصر الاجلاء على هذا الجهد المشكور وهذا الجهد الوطني في تشريف صحيح يعني هذا المشهد الانتخابي، بانه كل صندوق عليه قاضي. ده هذه المعلومه للجميع، يعني لا توجد دوله في العالم لديها اشراف قضائي على الانتخابات كاملا بنسبه 100%، مفيش دوله في العالم. وانا بقول هذا كلام تاني، وحضراتكم روحوا دوروا وشوفوا، لا توجد الدوله الوحيده في العالم التي يشرف فيها القضاء على العملية الانتخابية بشكل كامل بنسبة 100% هي الدولة المصرية. ده يعني حاجة من الحاجات اللي احنا بنتفرط فيها. لذلك بقول بأعلى صوت انه
احتمالية حدوث تزوير في الانتخابات هي احتمالية بتساوي صفر. احتمالية حدوث تزوير أصوات الناخبين في الانتخابات هي صفر. ليه؟ لأن المنظومة الانتخابية والدورة الإجرائية لتصويت الناخب حتى إعلان النتيجة دورة مغلقة أو لا يمكن أن هي تخترق، مثلما كنا نستمع ونتابع زمان كان في فكرة الورقة أو الورقة الدوارة اللي بتلف وترجع تاني، عشان كان زمان بيخش الواحد ياخد الورقة اللي يكتب فيها المرشح بتاعه، فيبدأ ياخد الورقة هو جاي من بره. بالظبط أنا أحكيها لكم، يعني بيجي من بره مع ورقة، هي ورقة واحدة بس طلعت بره اللجنة، هو بقى بره الناس قاعدين قدامه له تعالى يكتبوا المرشح اللي هم عايزينه على الورقة ويديها له يحطها في جيبه، يخش جوه يحط الورقة دي في الصندوق وياخد ورقة تانية الفاضية يحطها في جيبه ويديها لهم بره. يبقى هم ضمنوا الورقة اللي اتحطت في الصندوق فيها اسم المرشح دي اسمها الورقة الدوارة، انتهت إلى الأبد. وكان زمان صناديق الانتخابات بتخش الصندوق اللجنة فيه بطاقات موجودة، كان زمان صناديق الانتخابات بتتغير بالكامل بره، كان في حاجات كتير لتزوير الانتخابات واشكال كتير وانماط كتير على مدار عقود مضت. الان اقول بمنتهى القوه احنا ودعنا تماما هذه المراحل اللي كان فيها التزوير عنوان للانتخابات او في بعض الاماكن الانتخابات، بقول تاني ودعناها الى الابد، واصبح الناخب صوته موجود في الصندوق هيلاقيه بينعكس فيه النتيجه، واللي ما يروحش الانتخابات ملوش حق ان هو يعترض. ليه؟ لان انت عايز تروح، روح يا سيدي عبر عما تؤمن به وعما تعتقد انه صواب وعما تعتقد انه يحقق مصالحك ويحقق اهدافك، روح ادي صوتك يا سيدي في الانتخابات. ما احنا بنقول تاني الخلط بين وسائل التعبير ووسائل التغيير كارثة في المجتمعات المتخلفة، واحنا عمرنا ما كنا مجتمع متخلف، لكن ساعات بنتلخبط شوية زي ما اتلخبطنا في 2011. بقول انه علينا ان نتخذ من صناديق الانتخابات، ناخد من صناديق الانتخابات وسيلة او اداة للتعبير عن ارائنا واحلامنا. وبقول تاني اللي مش عاجبه اي حاجة في اي مكان عليه بصندوق الانتخابات، اللي عايز يعبر عن رأيه يروح صندوق الانتخابات. لذلك أدعو الناس إلى تحقيق أحلامهم وطموحاتهم والتعبير عن رأيهم داخل صندوق الانتخابات. معي على الهاتف الدكتور حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان. دكتور حافظ أهلا بيك. أهلا أهلا أستاذ ناشر، إزي حضرتك يا فندم؟ أهلا بيك، كل سنة حضرتك طيب. الله يخليك ويسعدك. يعني في اليوم الأول لمسيرة العملية الانتخابية لانتخاب مجلس نواب جديد، يعني تعليقك على المشهد العام ودلالة عقد الانتخابات في هذه الظروف دكتور حافظ. والله طبعا لابد من أن يعني نسجل للهيئة الوطنية للانتخابات بالأداء الجيد الانتخابات الثانية في ظل كورونا، والمرة دي في الحقيقة الإقبال أفضل بكثير من انتخابات مجلس الشيوخ، لأنه في تنافسية عالية، في أكثر من قائمة في كل دائرة بتتنافس، في عدد من الفردي بيتنافسوا على المقاعد بنسبة كبيرة جدا، في حشد من القبائل بقى والأسر والعائلات، وبالتالي في حشد كبير جدا في هذه الانتخابات. طبعا الانتخابات على يومين ده بيخلي ما يبقاش عندنا المظاهر القديمه بتاعت انه في الساعات الاخيره يبقى في اعداد ضخمه جدا في اللجان. صحيح. وبالتالي والمواعيد من 9 ل 9، وبالتالي ايضا في تواجد امني مهم يعطي طمأنينة للمواطنين المصريين، 300,000 عسكري وضابط وجندي شرطه وجيش امنوا هذه الانتخابات. لدينا ايضا وزاره الصحه لعبت دور مهم جدا في طمانه الناس على صحتها بوجود كل المطهرات والكمامات والترمومتر الحراري، بمعنى ان الناس تطمئن انه مش هينتقل اي عدوى. وزاره طبعا الحكومه المصريه نجحت قبل كده مرتين في انتخابات صحيح وانتخابات واجراء امتحانات الثانويه العامه دون ان يحدث اي مشاكل كبيره فيها. لكن ايضا كان في بعض الملاحظات، لدينا ملاحظات ما يتعلق ب
استخدام الدعاية الانتخابية لبعض الأحزاب أمام اللجان في بعض اللجان يعني. طبعا المظاهر بقى بتاعت اللعب داخل اللجان اختفت من وجود اللجنة المستقلة، الهيئة المستقلة للانتخابات وإشراف قضائي، أصبحت ذكرى دكتور حافظ ما عادش لها أثر. خلاص صحيح. من الماضي اللي هو التسويد والبطاقة الدوارة وكذا، فبقى ما بقاش مش ولكن في بقى الدعاية الانتخابية قدام اللجان رغم الصمت الانتخابي اللي أعلنته اللجنة لبعض الأحزاب السياسية. شفنا في ثلاث محافظات مثلا حزب النور وحزب مستقبل وطن كانوا بيعملوا دعاية وبيوزعوا دعاية قدام اللجان. بعض الشكاوي الخاصة باستخدام المال من بعض المرشحين في حشد أصوات، انما كل ده احنا كيف يتم التعامل مع هذه الملاحظات دكتور حافظ انيا يعني بوقت بوقته؟ وكان المستشار لاشين بيقول ان احنا اي خروقات على ما تم الاعلان عنه يتم ابلاغ الهيئه والهيئه بتتحرك فورا يعني. فعلا احنا ده اللي احنا بنعمله. احنا طبعا كل تعليماتنا لمندوبنا انه حضرتك بتتواجد في اللجان بتسجل ما تراه وتبعته للغرفه عمليات المنظمه المصريه ثم او المجلس القومي لحقوق الانسان، ثم المجلس والمنظمه يرسل هذه البلاغات الى الهيئه الوطنيه، هي التي تستطيع ان تتخذ الاجراءات اللازمه وهي تتصرف في هذا الامر بشكل مباشر. الاداء بصراحه جيد من اللجنه الهيئه الوطنيه من الساده القضاه والمستشارين، الاقبال والتنافس جيد. انا اعتقد ان هذه الانتخابات حتى هذه اللحظه تقاريرنا بتقول انه الحضور متوسط الحضور في اللجان، في طبعا تفاوت بمعنى ان في بعض اللجان العدد نسبه 8% 10%، في بعض اللجان 15%، في بعض اللجان 20%، انما في نسبه حضور بتختلف برضه حسب اوقات النهار، صباحا غير الظهر كانت الدنيا ضعيفه شويه، بعد الظهر بدات تحضر يبقى في حشد موجود وهكذا. وبالتالي ملاحظتنا ان تسير الانتخابات بشكل جيد، انها تعبر عن اراده الناخبين ان شاء الله، وأن نرى أنه غدا أيضا يمكن أن يكون هناك تواجد أكثر وحشد أكبر من المرشحين والأحزاب السياسية. احنا بنتكلم على 35 حزب سياسي يتنافسوا على العملية الانتخابية، عدد كبير من الفردي، المرأة أكثر من 149 امرأة غالبا هيكونوا أعضاء في البرلمان بناء على القاعدة الدستورية التي وضعت في التعديلات الدستورية ب 25% من المنتخبين من النساء، وبالتالي حضور برضو الشباب كمرشحين والمرأة والأقباط والعمال والفلاحين بمعنى هنا والمعاقين، هناك تمثيل لفئات مختلفة، عشان كده القائمة المطلقة كانت هي الحل لضمان هذا التمثيل داخل البرلمان. دكتور حافظ، يعني المتابعة هناك أكيد جهات أو منظمات مجتمع مدني دولية بتشارك في متابعة الانتخابات، يعني ماذا عن هذا الملف أيضا نظرا لأنه احنا فاتحين الموضوع في منتهى الشفافية لكل الجهات اللي عايزة تتابع العملية الانتخابية وتنقل ما تلاحظه سواء سلبا أو إيجابا، وده نوع من الشفافية اللي أطلقته الهيئة الوطنية للانتخابات؟ احنا طبعا قدمنا للهيئة طلب عشان في الشبكة العربية لمراقبة الانتخابات فيها 20 منظمة هيجوا هيحضروا ممثلينهم داخل مصر، فطبعا لانه صعوبة السفر في الوقت ده فطلبنا ان احنا نحصل على التراخيص عشان جولة الاعادة، الجولة الثانية مش الاعادة، جولة الثانية من العملية الانتخابية يكونوا موجودين بالكامل. لكن في هنا موجود بعض المنظمات الاجنبية مع منظمة شقيقة، وبالتالي بيتم ايضا وجود مراسلين اجانب، بمعنى انه في شفافية وفي ترحيب. النهارده المستشاره في الهيئه الوطنيه رحبت بمسؤول المنظمه المصريه لحقوق الانسان لما راح يقدم الطلب، وطلبت منه مجموعه وثائق اضافيه، والتراخيص هتبقى موجوده معانا بكره او بعده، ونبدا في اجراءات حضورهم الى مصر. وبالتالي هذه الانتخابات بتتم في ظل اشراف منظمات مجتمع مدني مصريه واقليميه عربيه ودوليه. المنظمه العربيه ايضا، انا عضو مجلس امناء المنظمه العربيه لحقوق الانسان، لدينا اكثر من 15 عضو مجلس امناء المنظمه صدر له تصاريح وموجودين من دول عربيه مختلفه، وبالتالي في وجود عربي واقليمي ودولي بيراقب هذه الانتخابات. دكتور حافظ ابو سيد عضو المجلس القومي لحقوق الانسان، شكرا لك. معي على الهاتف سياده اللواء محمد شريف محافظ الاسكندريه. سياده المحافظ اهلا بيك.
اهلا بيك شدي، واهلا بالساده المشاهدين، وتحياتنا للجميع. كل سنه وحضرتك طيب الاول، وكل شعب اسكندريه بمناسبه يعني اقتراب مولد النبي صلى الله عليه وسلم. والسؤال كيف حال مسيره الانتخابات في يومها الاول، ويعني محافظه الاسكندريه من المحافظات العتيده ولها تاريخ في الانتخابات، كيف تقيم سير العمليه في يومها الاول؟ بداية يعني زي ما حضرتك قلت، اسكندرية من المحافظات الكبيرة والتقيلة، والمنافسة فيها بتبقى بين المرشحين منافسة قوية جدا. يعني لو قلت لك انا عندي عدد 6 لجان عامة و1160 لجنة فرعية، وعندي عدد الناخبين 4,067,000 ناخب، فده عدد برضو كبير جدا. صحيح. استلزم مننا ان جهود غير عادية من كل الجهات التنفيذية، وبالاضافة للمنطقة الشمالية والامن كان محتاجين جهود برضو غير عادية، لان اللجان منتشرة في الاحياء الشعبية ومنتشرة في محافظة اسكندرية بالكامل. بداية لازم نبقى عارفين برضو ان احنا بتجري عملية الانتخابات في ظل الموجة الثانية من جائحة كورونا، وده استلزم ان يبقى في تنسيق مع وزارة الصحة ومع مديرية الصحة ان احنا نوفر كل ما يلزم للجان عشان حماية المواطن السكندري اثناء تردده على اللجنة الخاصة بيه، بداية من البوابات والتطهير والتعقيم وارتداء الكمامات غير مسموح نهائيا لاي حد يدخل اللجنة من غير كمامة، بالاضافه لتطهير الفناء نفسه بتاع اللي بيتواجد فيه المواطنين، بالحرص على التباعد بينهم وعلامات على الارض موجوده بالفعل في كل اللجان، فاستلزم الامر مننا جهد يعني مضاعف. والحقيقه طبعا كل لجنه في عربيه اسعاف موجوده، او لو في لجان متجمعه بيبقى في عربيه اسعاف مخصصة لمجموعة اللجان أو العدد من اللجان، عربية حماية مدنية، مندوب أو ممثل عن شركة الصرف الصحي وشركة المية وشركة الكهرباء لمتابعة أي سلبيات موجودة في اللجنة. بالإضافة إن إحنا عندنا في اسكندرية مش لجنة، مش غرفة عمليات واحدة فقط، لا إحنا عاملين الحقيقة 3 غرف. في غرفة رئيسية في ديوان عام المحافظة فيها ممثلين من كل الجهات، وفي غرفة في المنطقة الشمالية، وفي غرفة في مديرية الأمن. الغرف الثلاث دول في تبادل معلومات بينهم، في تواصل بينهم على مدار الساعة، أي مشاكل بتتلقاها أي غرفة من الغرف أو أي معوقات العملية الانتخابية بتتعامل معها فورا. طبعا مش عاوز أقول لك إن احنا يعني بدأ من 9 صباحا لغاية الساعة 3 مرور على اللجان في محافظة اسكندرية بنطمن، واحب اطمنك ان الحمد لله يعني لغايه دلوقتي مفيش مشاكل، مفيش معوقات، المنافسه شرسه بين المرشحين والمنافسه شرسه بين مؤيدي المرشحين، لكن الحمد لله لغايه دلوقتي الامور ماشيه بهدوء وبسلام. سيادة المحافظ، يعني الاحوال الجويه اليس لها تاثير على حضور الناخبين، ام ان الاحوال الجويه معتدله ومستقره في الاسكندريه الان؟ احنا والله اصدقائنا في الارصاد الجويه دايما التنبؤات بتاعتهم بتبقى رائعه جدا، وبيدونا الوقت يمكن مش عاوز اقول لك بالدقيقه او الساعه وقت هطول الامطار، ولكن يعني ربنا خيب ظنهم اليومين اللي فاتوا والحمد لله مرت على اسكندريه بخير، والنهارده كله لغايه الساعه 4:30 تقريبا كانت الامور الدنيا الجو مشمس والامور كويسه، ولكن بعد 4:30 بدا هطول امطار في منطقه الغرب اللي هي العجمي والهانوفيل والبطاش، وحدث تجمعات ميه ولكن بسيطه تم ازالتها فورا وتم تصريفها خلال نص ساعه، وما اثرتش ابدا على الحركه المروريه. فموضوع هطول الامطار والنواه النهارده يعني ليس له تاثير على العمليه الانتخابيه. نامل ان ربنا يوفق كده وما ينزلش مطر علينا بكره يعوق العمليه الانتخابيه، خاصه ان الارصاد برضو انا بتابع معاهم كل ساعه، بلغنا ان ممكن بكره هيبقى امطار من خفيفه الى متوسطه على مدار اليوم ومتقطعه.
فان شاء الله احنا متابعين. ان شاء الله يا فندم. اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية، اتمنى لحضرتك وكل المسؤولين في اسكندرية التوفيق في ادارة هذه العملية وازالة اي معوقات، وكما طمأنا سيادة المحافظ ان الامور يعني في اسكندرية مستقرة والاحوال الجوية الحمد لله يعني اتاحت الفرصة الناس تدلي بصوتها. وهناك عجبني جدا من كلام سيادة المحافظ انه هناك منافسة شديدة او شرسة بين المرشحين ومنافسة بين انصار المرشحين يعني في انتخابات واجواء انتخابات. ما على الهاتف سيادة اللواء هشام امنة محافظ البحيرة. سيادة اللواء اولا كل سنة وحضرتك طيب واهل البحيرة طيبين بمناسبة مولد النبوي الشريف ان شاء الله، ويطمنا على سير العملية الانتخابية في محافظة البحيرة. كل سنة طيب يا أستاذ نشأت، وتحيات أهل البحيرة كلها لحضرتك وللسادة المشاهدين. احنا النهاردة طبعا في أول يوم انتخابي، الأمور بتسير بمنتهى الأريحية الحمد لله. عايز أقول إن محافظة البحيرة طبعا مترامية الأطراف، فيها 1300 لجنة، ولكن الحمد لله النهاردة إقبال غير عادي من السادة المواطنين، وحاجة تشرف بصراحة. المواطن البحراوي بيعكس ثقافته العظيمة في هذا الاستحقاق الدستوري الهام. بنقول ان الدولة طبعا وزعيمها الرئيس عبد الفتاح السيسي، يعني الدولة بتؤدي في اتجاه انجاز الاستحقاقات الدستورية طبقا للدستور بطريقة طبعا عظيمة. وعلى ارض البحيرة المواطن بيتمتع بأريحية تامة في اداء صوته الانتخابي لصالح الناخب اللي هو اختاره. عايز اقول ان محافظة البحيرة على مسافة واحدة من الجميع حضرتك، وبأكد على ان المحافظه طبعا قامت بتجهيزات اداريه كبيره في الفتره اللي فاتت. من 3 أسابيع احنا شغالين اللجان يا استاذ نشأت، الحمد لله تجهيزها الاداري واللوجستي متميز جدا الحمد لله. ويمكن الساده القضاه وصلوا في توقيتاتهم. عايز اقول ان في تضافر جهود امنيه كبيره ما بين القوات المسلحه ومديريه الامن ومحافظه البحيره، ادى طبعا لنجاح العمليه الانتخابيه وتامين كافه اللجان بدون اي مشاكل خلال اليوم. بقول طبعا ان كمان المواصلات اتوفرت لصالح نقل المواطنين في اتجاه اللجان، فده ساعد كل الامور دي ساعدت على استقبال الجماهير بصوره مشرفه كتمثيل ونسب محترمه الحمد لله. النسب الحضور من خلال متابعتكم في غرفه العمليات سياده المحافظ يعني متوسطه مقبوله معقوله، يعني انا عارف ان انا جيده جدا الحمد لله يا استاذ نشأت. ووعي المواطن البحراوي النهارده عايز اقول تزاحم في اللجان وتواجد غير عادي لمواطنين البحيره شيء يشرف الحمد لله. يعني من زي ما حضرتك قلت محافظه مترميه الاطراف، من رشيد في الشمال الى وادي النطرون في الغرب محافظه مترميه. هل يعني في وادي النطرون مثلا في ناس اخواننا واصدقائنا من البدو او لهم طبيعه صحراويه، ورشيد ودمنهور وكم حماده اعتقد المحافظه بهذه التشكيله ستفرز مجموعه من النواب يعني يشرفوا محافظة البحيرة وياخدوا على صورة. كانت أنا فاكر يا سيادة المحافظ إن في فترة ما كان مجموعة من نواب أهل الشر دخلوا في المحافظة، أعتقد إن الصورة بتتغير دلوقتي. أهل الشر اليوم وقتهم الحمد لله. وعايز أقول اليوم المواطن عنده دستور، عنده حرية، عنده حسن اختيار، عنده وعي. في حملة توعية كبيرة حصلت مش عشان ننتخب مواطن معين، ولكن عشان استخدام الاجراءات الاحترازيه، وعلشان نقول للناس انزلوا اللجان، شرفوا بلدكم، ساهموا في الاستحقاق الدستوري، مارس حقوقك الانتخابيه، وخد حقك وانتخب المرشح اللي انت حضرتك شايف ان هو بيمثلك ويمثل بلدك. كل اللي انا عايز اقوله واكد عليه ان احنا على مسافه واحده من كل المرشحين، وهم بالامانه اختيارهم نابع من دماغهم يعني، مفيش اي تاثير على اي اتجاهات جوه محافظه البحيره. والبحيره بالكامل بتقترح في حريه كامله وبوعي كامل بمواطنيها على ارض البحيره. لواء هشام امنة محافظ البحيره كان معنا متحدثا عن سير العمليه الانتخابيه بانتظام، ووصف الحضور النهارده بانه جيد جدا، وده يعني حاجه مبشره الى حد كبير. واحنا بنتابع سير العمليه الانتخابيه وبنطمن، لانه الانتخابات كما نعلم جميعا بتعكس افرازات. الافراز الناس بتفرز عمليه فرز، وبتفرز ايضا وعي. نسبه الوعي عند الناس او حجم الوعي عند الناس او عمق الوعي عند الناس
بينعكس في العملية الانتخابية كممارسة كتصويت، وأيضا في إفراز نتائج من نواب قادرين على حمل المسؤولية، تحمل المسؤولية، الصورة المشرفة، لأن احنا عندنا برلمان موجود دلوقتي تحمل المسؤولية ويعني عمل في أجواء صعبة للغاية، لكنه بينتقل إلى برلمان جديد إن شاء الله عايزين أفضل وأفضل، لأنه مصر تستحق كل خير، سواء من نواب تفرزهم العملية الانتخابية برغبات الجماهير، أو الناس اللي بيحق لهم التعيين زي مثلا في مجلس الشيوخ عندنا 201 وتم تعيين 100، ليظهر لدينا مجلس أو غرفة من مجلس الشيوخ قادرة الحمد لله وبإذن الله ندعو لهم بالتوفيق على يعني تحمل مسؤولية، والمسؤولية صعبة، الموضوع مش تشريف والله، الموضوع تكليف فعلا. يعني الناس اللي من بعيد يقول ده هيبقى نائب في مجلس النواب، ده مجلس الشورى، ده كذا، الموضوع مش سهل، الموضوع صعب، شغل وعرق وتعب وتحمل مسؤولية أمام الله وأمام الناس وأمام التاريخ. فاصل ونواصل. طبعا هذه العملية الانتخابية على أكتاف الدولة المصرية بتحاول أن توفر كل وسائل النجاح وكل سبل النجاح. احنا عايزين ايه إلا أنه نخرج بعملية انتخابية نظيفة، وكل الناجحين، كل اللي هينجح هو في الآخر ابن مصر، يعني ما فيش حد داخل الانتخابات من دولة تاني، كلهم ولاد مصر، فبالتالي الضغط العصبي يخف، لانه احنا في مش معركة انتخابية اسمها تنافس انتخابي. كلمة معركة دي في ناس بتضرب في بعض، احنا مش عايزين معارك، احنا عايزين نخوض او الناس تخوض منافسات العملية الانتخابية باخلاق الفرسان، اخلاق الفرسان بجد. خلينا، انت داخل ليه؟ انت داخل الانتخابات ليه؟ وشائعات واضرب تحت الحزام وفوق الحزام، يا عم على ايه الموضوع؟ انت داخل في عمل يغلب عليه، مش عايز اقول هو مش داخل مشروع تجاري، انت داخل عمل تطوعي متطوع لخدمة بلدك، عمل تشريعي رصين، عمل تشريعي بتشتغل في السلطة التشريعية اللي بتشرع القوانين اللي بتحكمنا كلنا. يعني المنظومة التشريعية بشقيها مجلس النواب ومجلس الشيوخ والله مسؤولية جسيمة امام الله. اصل الموضوع مش، ما اوعى تفكر الوقت بيعدي وانت مسؤول ودخلت بقيت نائب ودخلت قلت انا سلكت مصالحي وخلاص وانتهينا. انت متخيل انه اللي يفلت من عقاب الدنيا هيفلت من عقاب الاخرة اطلاقا. كل واحد، كلكم راع وكل راعي مسؤول عن رعيته. انت موجود في البرلمان شغلتك ايه؟ شغلتك بتحقق مصالح الناس، مش مصالح الناس انك انت تروح تمضي على رأى وتجيب استثناءات. لا لا لا، مش ده، دي مش قصة، ده مش دور النائب. بالمناسبة دور النائب أرقى وأعلى من كده بكتير. دور النائب حاجتين، التشريع والرقابة. تشريع بيقوم بسن القوانين وتحويل الدستور إلى قوانين وما يساهم في تحقيق مصالح الناس بقوانين عن طريق الأحزاب والأغلبية إلى آخره داخل البرلمان واللائحة والقوانين المنظمة لعمل المجلس. والموضوع الثاني او الهدف الثاني او الوظيفة الثانية او المهمة الثانية هي الرقابة على اداء الحكومة، والرقابة ان الحكومة بتقول هعمل، تقدم خطة وموازنة والى اخره. مجلس النواب دوره انه يراقب عمل الحكومة ايضا وفق اليات محددة، فبالتالي عمله مهم. العمل اللي معني به النائب في مجلس النواب او النائب في مجلس الشيوخ مش تشريف، مش ان انا سيادة النائب راح وسيادة النائب جه والموضوع كده وخلاص على الاطلاق. الموضوع مهم، بيتخطى ما يدور في اذهان البعض من انه تشريف وانه منظرة. دور عضو مجلس النواب او دور عضو مجلس الشيوخ تخطى مرحلة الوجاهة الاجتماعية وانتقل الى مربع العمل، لانه اللي بيشتغل في العمل العام في الدولة المصرية الآن عليها أن يعلم أنه ليس في بحبوحة من أمره. زمان كان
يعني الأبهة بقى والسيادة النائب راح والسيادة الوزير جه ويطلع كذا، كل ده انتهى، لم يعد هناك إلا المسؤوليات على عاتق النائب، المسؤوليات على عاتق الوزير، والتاريخ لا يرحم أحد، اللي بيشتغل معروف واللي بيلعب معروف واللي بيشتغل لحساب مصر معروف واللي بيشتغل على مصر معروف، والناس اللي داخلين عشان ياخدوا حصانة وبس معروفين، والناس اللي داخلين بيشتعلوا وبيشعلوا أنفسهم بحماسة من أجل أن يعني يساهموا في هذا البنيان. خد بالك، الحكومة وحدها لن تستطيع أن تبني أمة وتبني وطن وتبني دولة بطموحات الدولة المصرية، ولا المجتمع لوحده هيقدر يعمل هذا الكلام، ولا الرئاسة وحدها تقدر تعمل هذا الكلام، ولا مجلس النواب لوحده، ولا مجلس الشيوخ لوحده، ولا المؤسسة القضائية، ولا الإعلام، كلنا مع بعض هنقدر نعمل اللي احنا بنحلم بيه ونقدر نبني بلدنا اللي احنا بنحلم بيها. وزي انا بستحضر كلمة الرئيس او كلام للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، هو بيقول انه عايزين نعلم اولادنا يعني ايه دولة، عايزين نعلم الاجيال الحالية فكرة الدولة ومعنى الدولة وفلسفة الدولة وأدوات الإبقاء والبقاء في الدولة. إحنا في عالم متغير بيستهدف الآن تفتيت مفهوم الدولة، تغيير مفهوم الدولة. لذلك لما أنا بقول النواب، واختار اللي أنت شايف إنه واعي، اختار المجرد، اختار اللي بيحب بلده بجد، ما تختارش اللي بيمثل. ناس كتير بتمثل، بيمثل انه وطني، بيمثل متدين، وبيمثل انه 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 انسى التمثيل. والمواطن عنده القدرة على الفرز وعنده الفراسة. انا بقول للمرشحين اياكم وفراسة المواطن المصري. المواطن المصري يملك كم من الفراسة السياسية لا يمكن ان تخطئ. المواطن المصري لديه فراسة، وانا بقول تاني اياكم وفراسة المواطن المصري السياسية، وبقول تاني ان المواطن عليه ان هو بجد والله انت لما تنزل تدلي بصوتك هتكسب كتير، مش هتخسر حاجة على الاطلاق. الوقت اللي انت هتاخده عشان تروح امام اللجنة وتحط صوتك لاي حد انت شايفه، ما بقولكش روح ادي صوتك لمين، على الاطلاق كلهم بالنسبة لنا احنا عاملين زي في الإعلام، عاملين زي الامرأة المعصبة عينيها ان احنا مش شايفين اسماء الناس. احنا عايزين بلدنا في الاخر تبقى في مصف الدول، عايزين بلدنا تبقى هي الدولة اللي الناس بتشاور وفرحانة عليها، واحنا كمان نكون فرحانين بيها. لما الناس تروح، انا الكلام اللي قاله اللي هو هشام أمنة، والكلام اللي قاله هو محمد الشريف، والكلام اللي قاله متحدث باسم نادي القضاة، والكلام اللي قاله حافظ ابو سعده، والكلام اللي قاله المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الناس اللي اتكلمت معايا في الانتخابات كلهم عندهم نفس الشعور وكلهم عندهم نفس الطموحات. وانا بقول بننقل من خلال البرامج، احنا بنتكلم ليه؟ عشان الناس رب يعني احد يستمع او يعني احداهن تستمع ونبدا نروح. لان عندي حد يقول لك يا عم انتوا عمالين تدللوا على الناس، لا احنا بنقوم بدورنا، لان دورنا دور توعوي بنوعي، دور ارشادي بنرشد، دور تذكيري بنذكر الناس. احنا بنقول احدث نفسي واياكم، يخطئ من يظن ان صوته لا قيمة له. نقطة. النهاردة وزارة الداخلية، الحقيقة مش النهاردة، وزارة الداخلية منذ فترة بيتم التجهيز على قدم وساق لإدارة العملية الانتخابية من الناحية الأمنية والتنظيمية، تنظيم للهيئة الوطنية للانتخابات والتأمين وتأمين اللجان ونقل القضاة وداخل اللجان وخارج اللجان وعملية منع الشغب وكل ما يخص المنظومة الانتخابية. النهاردة وزارة الداخلية يعني بتقوم بعمل جبار ومجهود جبار، والنهاردة يعني الوزير الداخلية اللواء محمود توفيق في غرفة العمليات المركزية بيتابع وبيتواصل وبيتحدث عبر الفيديو كونفرنس اهو في الغرفة مع بعض مدراء الامن وبعض مساعدي الوزير، او زي ما انتم شايفين حضراتكم
في غرفة العلامات المركزية بيكلم الوزير مع مدراء الأمن والاصطفاف والإجراءات الاستعدادات وكل المحافظات، يعني مصر بيتم متابعتها شرطيا في كل شبر في مصر فيه المتابعة الشرطية، وشايفين الاستعدادات لفض أي مشكلة، السيطرة على الموقف في أي مكان، وتوفير البيئة الآمنة لكي يدلي المواطن بصوته بهدوء شديد وبأمان شديد، ومفيش حد يقدر يضرب على ايد حد عشان يعمل حاجة. دور الأمن انه يوفر الجو العام، دور الأمن انه يوفر البيئة العامة، دور الأمن انه هو يبطل مفعول اي اجراء بيحاول ان يعكر صفو العملية الانتخابية، ده دور الأمن. ومتابعة الأمن مش من النهاردة، بقول لك من قبل الانتخابات، ترتيب وتجهيز واجراءات لوجستية وإدارة العملية النهاردة وبكرة، وبعدين ان شاء الله المرحلة الثانية في المحافظات المتبقية، مجهود جبار بنشكر عليه وزارة الداخلية وكل قطاعات الوزارة والأمن العام والأمن الوطني، وطبعا بقيادة الوزير المحترم محمود توفيق. وأعتقد أنه ما قام به، ما تقوم به المؤسسة الأمنية واضح قدام حضراتكم وبتلمسوه في الشارع، وما قامت وتقوم به المؤسسة القضائية أو الجهة القضائية زي ما قال المتحدث باسم نادي القضاء، شكر موصول لهم أيضا، لأنه كل قاضي على كل صندوق. يعني المستشار محمود السيد كان بيتكلم، رضا محمود السيد بيتكلم معانا وبمنتهى الحب ومنتهى الود، أنه آدي المؤسسة القضائية والمساهمة في العملية الانتخابية بهذا الشكل وهذا الزخم، وآدي المؤسسة الأمنية والسادة المحافظين المؤسسين للحكومة والأجهزة المعنية والأجهزة التنفيذية، كل ده معمول عشان خدمة حضرتك، وكل ده معمول عشان خدمة حضرتك، علشان تروحوا تدلوا بأصواتكم بمنتهى الهدوء بمنتهى الأريحية، وإن شاء الله يكون عندي برلمان يليق بأحلامكم. طول عمرنا كنا نقول يا عمي بيجوا في الانتخابات يصدعونا ويمشوا ونشوفهمش غير بعد 5 سنين، اوعى تدلوا صوتك. اهو اللي بيجي ياخد صوتك ويمشي ما بتشوفش خلقته غير في الانتخابات اللي بعديها، او ما بتشوفش وشه يعني الا في الانتخابات القادمه، انت اطلع ما تدلوش صوتك. الموضوع بسيط جدا، ولا تزعل نفسك على طول. هو طالما راح سلم عليك وابتسم في وجهك في الانتخابات من 5 سنين وغاب وما جالكش تاني، ما تدلوش صوتك. شوف افرز وانت عندك فراسه، دور في الاخر يكون عندنا برلمان، هذا البرلمان او هذا المجلس مع المجلس الاخر يتعاون معا ويتكامل معا بما يحقق في النهاية، لأن عندنا شغل كتير. دكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، أهلا بك يا دكتور. أهلا بك يا دكتور. أهلا وسهلا يا فندم زي حضرتك. يعني مع الوزير طمنا، مع المحافظ طمنا على سير العملية الانتخابية في المحافظة، ويعني غرفة المراقبة أو في المحافظة كيف كانت سير العملية في يومها الأول؟ الحمد لله، يعني احنا في الساعة الأخيرة من اليوم الأول، يعني الحمد لله العملية منتظمة جدا في كافة أنحاء المحافظة. المرور الميداني النهاردة صباحا كان فيه إقبال واضح في بعض اللجان، وكان فيه يعني إقبال هادئ في بعض اللجان. في الفترة المسائية كان الإقبال عالي في معظم اللجان المحافظة. يعني أتوقع إن شاء الله يبقى فيه نسبة مشاركة عالية جدا من محافظة الفيوم. المنافسة في المحافظة عالية جدا، احنا عندنا 80 مرشح على 19 مقعد، ودي منافسة يعني شرسة، من المنافسه الانتخابيه شرسه. بندعو المواطنين اهالي الفيوم انهم يشاركوا بصوره ايجابيه، لان هم اللي يرسموا الخطه اللي جايه، مين مرشحهم اللي يقدر يحقق طموحاتهم الفتره اللي قادمه للخمس سنين القادمه ان شاء الله. يعني سياده المحافظ عندنا تقريبا على كل مقعد في 4 بيتنافسوا. لا لا، المنافسه لا فعلا شرسه. وبعدين مع الخريطه الدوائر الجديده في مدن انضمت بقت في نفس الدايره دي، بتعمل منافسه شرسه جدا على عدد المقاعد المتاحه في هذه الدوائر. فمتوقع ان يعني يبقى في اقبال اكتر بكره ان شاء الله. وزي ما قلنا لحضرتك، الموضوع الادلاء بصوتنا، يعني ده تصرف، هو ده التصرف الصحيح في هذا الاستحقاق الدستوري الهام. يعني ونسبه الحضور كما يعني تابعت من غرفه العمليات،
يعني متوسطه جيده جيده جدا. يعني انا كنت كان معايا سيد محافظ اسكندريه قال لي جيد، محافظ البحيره قال لي جيد جدا، يعني الاطار العام. احنا بنقارن دايما بتوقعاتنا في 15، يعني انتخابات 15 المره دي، يعني شايفين يعني من المراقبه الخارجيه، لان احنا طبعا لا نطلع على عدد الناخبين اللي صوتوا بالفعل. يعني بالملاحظ كده التقارير، يعني اليوم الاول في الانتخابات قصاد اليوم الاول بره 2015، لا المره دي اعلى الحمد لله، واتوقع ان بكره هيبقى في اقبال ازيد. دايما اليوم الثاني في الانتخابات في النصف الثاني بقى اعلى من اليوم الاولاني. سياده المحافظ الدكتور احمد الانصاري محافظ الفيوم، شكرا لك، كان معنا من الفيوم متحدثا عن سير العمليه الانتخابيه في المحافظه والتي وصفها بانها انتخابات شرسه. نفس الكلام اللي قاله محافظ الاسكندريه، انه فيه منافسه شرسه وشديده بين المرشحين، واعتقد ده في الاخر بيفرز برلمان قوي، لانه البرلمان لو يعني حصل على البرلماني لو حصل على موقعه بسهوله اعتقد انه هيعرف، لكن لما ياخده بهذا الشكل وبهذا الزخم بهذه المنافسه اعتقد انه هيكون الموضوع مختلف بشكل كبير جدا. يعني خليني اشوف بعض الصور او بعض يعني الفيديوهات اللي بتعكس حضور اهالينا في محافظه الجيزه. دي فين يا ابراهيم؟ دي فين؟ في الصف بمحافظه الجيزه، واعتقد انه الصوره لا تحتاج مني الى شرح او توضيح. زخم حضور يعني يصل لدرجه التكدس، عمليه اهتمام شديد بالاداء بالصوت، يعني لم اكن يعني ولا يمكن ان يعني يتصور واحد انه الناس دي يعني مش حاسين باللي في البلد. ده ناس رايحين يدلوا بصوتهم، بالتاكيد المرشح اللي رايحين له او المرشحين اللي هم بيتنافسوا في هذا المكان اتصور انه نجحوا في حشد الناس ونجحوا في، اعتقد دي منافسه شرسه ايضا او منافسه شديده في مدينه الصف او منطقه الصف في محافظه الجيزه. دي اللي قدام حضراتكم دي في منطقه النوبه. يبقى احنا النهارده عرضنا لحضراتكم يعني من واحد سيوه ومن محافظه مرسى مطروح ومن ايضا منطقه النوبه واهالينا واخواتنا الاهتمام اهو بالتصويت والعمليه التصويت، وانت في حماس وانت بتصوت، يعني مش شايف الموضوع، يعني الواحد رايح مش متضرر، ده رايح بيجري ورايح مبسوط انه يعني بيدلي بصوته في العمليه الانتخابيه. نتابع معاكم العمليه الانتخابيه ان شاء الله بكره من خلال يعني متابعه ورصد ما يدور على مدار اليوم، واحنا هنا في القناه عاملين تغطيه على مدار الساعه، والحمد لله كنا فاتحين يعني شاشتنا مفتوحه على كل المحافظات، نقلنا كل الفعاليات، وتقريبا ما فيش مكان لم تصلوا كاميرا قناة تن، وصلنا إلى كل المحافظات، ويعني معظم اللجان الرئيسية حضرنا ونقلنا للمشاهد بتاعنا لكي يعني نوفر له خدمة إعلامية على مدار الساعة. وأنا بتكلم النهاردة بعد يعني إغلاق الصناديق اليوم الأول وانتهاء التغطية، فضل قد إيه عم تغلق؟ 9 مساء أنا أعتقد، يعني التغطية مستمرة، والنهاردة أنا الجزء من الوقت اللي مع حضراتكم فيه بأتكلم بشكل يعني بنرصد الصورة العامة بعيدا عن التفاصيل، وبنتلقى بعض الاتصالات الهاتفية من بعض المسؤولين وبعض ذوي الصلة بالعملية الانتخابية لكي ننقل للمشاهد اللي ما راحش انه ان شاء الله بكرة اكيد هيروح، واللي كان واخد قرار انه مش هيروح لا يراجع حساباته تاني. شايفين الصورة، صورة براقة، بداية مطمئنة، بداية جيدة، بداية مشجعة، وإن شاء الله يفرز لنا برلمان قوي يليق بطموحاتكم ويليق بأحلامكم. إن شاء الله بإذن الله هنتابع معاكم بكرة نفس العمل على مدار الساعة منذ افتتاح فتح الصناديق وحتى إغلاق الصناديق آخر اليوم. عندنا شبكة المراسلين موجودين في كل المحافظات المصرية، ونختتم بكرة بإذن الله بمجموعة من اللقاءات في برنامج يعود بكرة، برنامج المشهد من جديد اللي بأشرف بتقديمه أنا مع زميلي عمرو عبد الحميد من الساعة 7 مساء وحتى الساعة 11 مساء غد.
عندنا مجموعة من النخب ومجموعة من الإعلاميين ومجموعة من الصحفيين نقرأ الصورة العامة عن الانتخابات، ماذا جرى وماذا سوف تسفر عنه هذه العملية الانتخابية إن شاء الله ده بكرة بإذن الله. خليني أخد فاصل وارجع نتكلم بقى في الحلقة بتاعتنا على بعض الملفات اللي يعني يجب ان احنا نتكلم فيها بعد يعني حديثنا عن الانتخابات، وان شاء الله يعني بعد الفاصل نواصل هذه الملفات. اهلا بكم من جديد. في أمس تم الإعلان عن نجاح طال انتظاره، النجاح اللي أقصده ما وصل إليه الإخوة الليبيون في جنيف، مجموعة 5 ضد 5، 5 من الوفاق أو 5 من الغرب و5 من الجيش الليبي أو الجيش الوطني الليبي من الشرق، وبحضور المبعوثة الأممية، وتم التوصل الى اتفاق اثلج صدور الجميع. اتفاق اللي تم في جنيف بين الاخوة في ليبيا وكان منتظر. خليني بس اقول للناس وافكر الناس انه الاجتماع اللي تم، الناس هم اللي مجتمعين في جنيف كانوا مجتمعين في الغردقة من اسابيع، وما تم التوصل اليه في الغردقة هنا في مصر تم البناء عليه في جنيف. يعني من الغردقة إلى جنيف رحلة بحجم الأمل، وتم وضع البذرة في الغردقة، وتم التفاهم، وضع الأسس، وضع الخطوط العريضة، وتم الذهاب إلى مقر الأمم المتحدة في جنيف للتوقيع على اتفاقية بتبعث الأمل وتنقل القضية الليبية من مربع العمليات العسكرية أو من مربع الحل العسكري إلى مربع الحل السياسي. وده الكلام اللي قاله الرئيس عبد الفتاح السيسي مرارا وتكرارا. الأزمة في ليبيا يا جماعة حلها لابد أن يكون حلا سياسيا وعلى مائدة المفاوضات. ده كان الخيار الأساسي للدولة المصرية. وقلنا للإخوة الليبيين سواء فايز السراج والناس اللي معاه قبل ما يزعلوا يطلعوا على تركيا، او قلنا للناس اللي في الشرق عقيلة صالح وخليفة حفتر، يا جماعة احنا في مصر مع مصلحة الشعب الليبي اللي هو وحدة الاراضي الليبية، عدم وجود مرتزقة او عدم وجود قوات اجنبية وعدم وجود سلاح مع الميليشيات. ده كان ثوابت للدولة المصرية، جيش واحد موحد، النفط يبدأ يشتغل، الشعب الليبي يبدأ يعيش حياة كريمة كما كان. دي كانت رؤية الدولة المصرية، وتم مرارا رايحين جايين رايحين جايين، وصلنا الى تفكيك بعض القضايا وتدوير بعض الزوايا، ووصلنا الى محطة الغردقة. محطة الغردقة هي البنية الاساسية لما تم الاتفاق عليه في جنيف. ما تم وضعه وتم زرعه وتم غرسه وتم وضع لبناته الأولى في الغردقة، تم البناء عليه واكتماله في جنيف في مقر الأمم المتحدة أمس. والحمد لله المجتمعون في جنيف يعني توصلوا إلى مجموعة من الاتفاقات. لكن عشان قبل ما أقول بقى واحد اتنين، وأولا وثانيا خلاصته، المرتزقة الأجانب بره، القوات الأجنبية برة، جيش ليبي موحد، والميليشيات يتم تفكيكها فورا، مفيش حاجة اسمها ميليشيات في حاجة اسمها دولة، وحكومة جديدة ووحدة أراضي ووقف حقيقي لإطلاق النار بمراقبة من غرفة مشتركة من الطرفين، ويقف التلاسن الإعلامي وعملية المشاحنات الإعلامية. ده خلاصة الاتفاق، ده خلاصة الاتفاق اللي بسرعة 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 أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بسرعة عبر عن وجهة النظر المصرية ورأي مصر وتعليق مصر على هذا الاتفاق. مصر قالت والله هذا الاتفاق اتفاق رائع، وهذا الاتفاق
كما كان مخطط له في مدينة الغردقة. مصر رحبت بشدة بهذا الاتفاق، شجعت الأطراف بشدة في الاستكمال ما تم الاتفاق عليه، وأبدت تفاؤلا إيجابيا لجميع الأطراف، وده دور مصر وده المنتظر من مصر. كما قال الإخوة في ليبيا إنه مصر شقيقة كبرى بحق. إحنا ملناش أطماع في ليبيا، وإحنا ملناش مصالح شخصية في ليبيا، ولا لنا مصالح ضيقة في ليبيا. إحنا ليبيا كلها باستقرارها لأهلها، بثروتها لأهلها، بحدودها لأهلها موحدة، بجيشها الموحد، ده هدفنا. عايزين أمن ليبيا ورفاهة الشعب الليبي، لأن ده بيمثل أمن قوم مصري كإخوة وأشقاء، قبل أن يكون الموضوع أمن قومي بحسابات الأمن القومي. إحنا إخوة وأشقاء. تاني بقول لكل الناس اللي بيسمعونا أو بيتفرجوا علينا، الاتفاق الذي تم في جنيف بالأمس وتم الإعلان عنه وتم يعني تشجيعه وتم الترحيب به، ولد في الغردقة. هذا الاتفاق الذي تم إشهاره أمس أو الإعلان عنه أمس ولد في مدينة الغردقة، وما كان له أن يتم لولا هذه المساندة الواعية الأصيلة من الدولة المصرية، من أول الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي رعى ووضع القواعد الأساسية. وبفكركم الرئيس عبد الفتاح السيسي في سيدي براني لما قال سيرة الجفرة خط أحمر ما حد يقدم، كان بيكلم الجهات الأجنبية، الجهات الأجنبية والقوات الأجنبية والمرتزقة الأجانب اللي بيعيثوا فسادا في الأرض الليبية. الرئيس كان كلماته سيف واضحة. هذه الكلمات التي قيلت بمنتهى القوة في العلن في سيدي براني وسط القوات المتأهبة هي السبب الرئيسي في الوصول إلى ما نحن فيه من اتفاق سياسي. والله ما بحاول يعني اخد اقول ان احنا يعني لا لا لا، دي حقيقة اللي حصل في سيدي براني، وكلام الرئيس سرت الجفرة خط احمر، وخدنا موافقة البرلمان على ان القوات يمكن ان تخرج الى خارج مصر للدفاع عن الامن القومي في المنطقة الغربية. كل هذه التجهيزات التشريعية واللوجستية والعسكرية والسياسية، كل ده الشعب المصري كله وقف خلف القيادة دون تفكير. ما كانش فيه عندنا اراء نشاز ولا معارضة، كان كله في امن قومي، كله خلف الرئيس. هذا اليوم تحديدا وهذه الكلمات تحديدا هي التي اوقفت كل واحد عند حده. وبعد ذلك مصر استقبلت الناس، فتحت ابوابها، وقعدوا الدولة المصرية ممثلة في كل اجهزتها خاصة جهاز المخابرات العامة المصرية، كان في دور لتوفيق وتدوير زوايا وتوفيق ما بين الفرقاء الليبيين، وانتهى في مدينة الغردقة لما الكل حضر من كل الأطياف، سواء من الغرب ولا من الشرق ولا من الجنوب، من الجيش ولا من الحكومة ولا كل الناس ولا القبائل والعوائل ورؤوس القبائل والعوائل، تم الاتفاق وتم التوقيع بالأمس في مدينة في جنيف في مقر الأمم المتحدة. وده أنا تاني بهني الشعب الليبي، أهنئ من قلبي والله الشعب الليبي على هذا الاتفاق، وأقول إن الضمانة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه وما تم التوافق عليه. وإن شاء الله نحلم أن يعني أنا بحلم إن أنا يعني أكون موجود في الانتخابات الليبية، وإحنا ليبيا بتنتخب رئيس، ليبيا بتنتخب حكومة، ليبيا بتنتخب برلمان. يعني نفسنا نسعد بهذا، إن شاء الله ده يحصل بإذن الله. اتفق الطرفان على المبادئ الآتية، أنا بقول لكم الكلام اللي قلته باختصار بس أقوله بشكل يعني رسمي: التأكيد على وحدة الأراضي الليبية وحماية حدودها برا وبحرا وجوا، الامتناع عن رهن القرار الليبي الوطني ومقدرات البلد لأي قوة خارجية. الكلام ده دقيق، كلام كده يعني معمول بحروف من ذهب. الامتناع عن رهن القرار الليبي ومقدرات البلاد لأي قوة خارجية. لا تقول لي بقى تركيا ولا تقول لي قطر ولا تقول لي كله في السليم. مكافحة الإرهاب سياسة وطنية، ضرورة احترام حقوق الإنسان. والبنود اهي، بنود الاتفاق بقى: واحد، اتفقت اللجنة العسكرية على الوقف الفوري لإطلاق النار
ويسري ذلك في لحظة من لحظة توقيع هذا الاتفاق وقد تم. 2. إخلاء جميع خطوط التماس من الوحدات العسكرية والمجموعات المسلحة. 3. اتفقت اللجنة العسكرية على تشكيل قوة عسكرية محدودة العدد من العسكريين النظاميين تحت غرفة يتم تشكيلها من قبل اللجنة تعمل كقوة تساهم في الحد من القروقات. 4. تبدأ فورا عملية حصر وتصنيف المجموعات والكيانات المسلحة بجميع مسمياتها على كامل التراب الليبي، سواء التي تضمها الدولة أو التي لم يتم ضمها، ومن ثم إعداد موقف عنها من حيث قادتها وعدد أفرادها وتسليحها وأماكن وجودها وتفكيكها، وضع آلية وشروط إعادة دمج أفرادها بشكل فردي إلى مؤسسات. أنا شايف إن ده أصعب، شايف إن ده أصعب بند، اللي هو تفكيك الميليشيات المسلحة ودمج ما يمكن دمجه في الدولة. يعني ده عملية أعتقد عملية فنية معقدة، أتمنى لهم النجاح. وقف التصعيد الإعلامي وخطاب الكراهية. ثم اتفقت اللجنة على فتح الطرق والمعابر والمطارات على كامل التراب الليبي، وتشكيل غرفة أمنية مشتركة على رأسها ضباط الشرطة لضمان تنفيذ الاتفاق. يعني دي البنود المهمة. 8. إيقاف القبض على الهوية أو الانتماء السياسي واقتصار الملاحقة والقبض على المطلوبين جنائيا. اتفقت اللجنة على اتخاذ التدابير العاجلة لتبادل المحتجزين بسبب العمليات العسكرية. في ظل الأجواء الإيجابية السائدة وعوامل الثقة التامة، ستقوم اللجنة العسكرية باشتراك مع فريق البعثة بإعداد آلية لمراقبة تنفيذ هذا الاتفاق. يسري وقف إطلاق النار على المجموعات الإرهابية المصنفة من قبل الأمم المتحدة على كل الأراضي الليبية. لا يسري، تاني أهو، لا يسري وقف إطلاق النار على المجموعات الإرهابية المصنفة من قبل الأمم المتحدة على كل الأراضي الليبية. توصي اللجنة 5+5 تحت وتحث البعثة على إحالة اتفاق وقف إطلاق النار الموقع إلى مجلس الأمن الدولي لإصدار قرار لإلزام كل الأطراف الداخلية والخارجية. تم التوقيع على هذا الاتفاق في مقر الأمم المتحدة في جنيف عند الساعة 11 صباح اليوم الجمعة، أمس يعني، الموافق 23 أكتوبر 2020. والتوقيع ده الاتفاق ونص الاتفاق. وتاني بقول ده هذا إنجاز تاريخي للإخوة في ليبيا، تم توقيعه في مقر الأمم المتحدة في جنيف، لكن تم تدشينه وتفصيله ودراسته وميلاده وزراعته بمجهود كبير. ولازم أقول هذا الكلام من الدولة المصرية بأجهزتها ورعاية كاملة من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. طبعا بسرعة الخارجية الروسية أعلنت أنه ما تم الاتفاق عليه بيمثل خطوة هامة جدا نحو الحل السياسي. ده جاء على لسان المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ويعني كان نوع من الحفاوة بهذا الاتفاق زي ما قالت زخروفة المتحدثة باسم الخارجية الروسية، وقالت نحن نعتبر هذا الحدث خطوة مهمة نحو التغلب على الأزمة الحادة التي طال أمدها في ليبيا. وبيان تاني من ألمانيا بتشجع هذا الاتفاق على لسان الوزير خارجية هايكو مايس، وتم يعني التأكيد على أنه خطوة جبارة نحو الحل السياسي. وطبعا باقي الدول والاتحاد الأوروبي كله قال أنه ده خطوة هامة. أما من وقف عكس اتجاه الريح، وقف وكأنه يعني بشكل أو بآخر يعني غاضب ومبتئس لما تم الاتفاق عليه. اتفاق بالناس عشان الخناقة تقف والحريقة تنطفئ والبيت يبدأ يشتغل والناس تشوف مصالحها، مين يغضبه ذلك؟ مصر قالت الله ينور مبروك، وأمريكا مبروك، وأوروبا مبروك، وفرنسا مبروك، وروسيا مبروك، وإيطاليا وألمانيا، كل الناس قالت خير، لأنه خير، الصلح خير. ما عدا أردوغان يا أخي سبحان الله وقف مكتئبا كئيبا غاضبا بيعض أنامله من الغيظ. إيه يا عم؟ قال لك أنا أتشكك في هذا الاتفاق، قال لك هذا الاتفاق يعني يفتقر ويفتقد المصداقية. أنا والله بسأل وبمنتهى الهدوء،
بقول له حضرتك مالك يعني؟ طب الليبيين اتفقوا مع بعض وقعدوا هم راضيين، انت مالك يعني؟ انت لماذا نصبت نفسك وصيا على الشعب الليبي؟ انا بسأل وبقول للناس بمنتهى الهدوء والله، اهو الليبيين اللي في الغرب السراج وغيره، والناس اللي الحكومة اللي في الغرب، واللي في الشرق حفتر وعقيلة صالح، واللي في الجنوب في فزان، كله اجتمع وقعدوا في جنيف وقعدوا في القاهرة واتفقوا وخلاص مضوا الناس كله بيسقف مبروك الله ينور يلا نكمل ونساعد، ما عدا أردوغان زعلان قال ده اتفاق غير يعني واضح المعالم وما فيهوش مصداقية وفي نوع من النفاق. بقول لا، أنا بقول لأردوغان، بقول لأردوغان يعني يعني من أجل مصالحك ومن أجل السرقة اللي أنت بتعد لها لسرقة النفط والغاز الليبي، عايز ليبيا تبقى خربانة لأنه هو لا مكان له في ظل أجواء هادئة، لا مكان لتركيا وسط أجواء مستقرة، مش هيلاقي مكان يعيش فيه. لذلك النهاردة قرر إيه؟ قرر استمرار التدريب للجهات الأمنية والعسكرية الليبية، حكومة الوفاق. يعني احنا بنقول دولة ليبية، بنقول شعب ليبي، ده بيخالف نص الاتفاق بالأمس، انه المادة التانية هي بتقول ايه؟ تجميد جميع الاتفاقيات العسكرية. بتقول المادة التانية تجميد جميع الاتفاقيات العسكرية الخاصة بالتدريب في الداخل الليبي، وخروج أطقم المدربين الأجانب، وخروج أطقم المدربين الأجانب. ده الاتفاق يا جماعة بيقول كده، الليبيين اتفقوا مع بعض، الناس المدربين اللي بيدربوا كله بره، ده هو اللي بيقول الاتفاق، هو بيقول لا مستمر أنا هدربهم بالعافية. لا، ده أنت بقى عايز تخرب الدنيا، بقى عايز تخرب ليبيا، والشعب الليبي شايف، الشعب الليبي عارف. لكن بالتأكيد واحد زي الصادق الغرياني منافق هيسقف له، بالتأكيد واحد أنا ما أعرفش، أنا بقول بالتأكيد صادق الغرياني وخالد المشري هيوافقوا ليه؟ لأنه دول إخوان، وهو إخوان، والإخواني لا يتوب ولا توبة لإخواني، ولا إخواني وطني، ولا إخواني يمكن أن يعترف بحدود، ولا إخواني يمكن أن يعترف بدولة، ولا إخواني يمكن أن يعترف بوطن. لذلك بتجد أردوغان بيقف معترضا على المصالحة الليبية، وبيقف بيقول لا، بيطلع لسانه للجميع وبيقول انا هخلي القوات بتاعتي في ليبيا، انا هخلي المدربين بتوعي في ليبيا، وكانه بيتحدى الشعب الليبي، يتحدى القيادات الليبيه، يتحدى الجيش الليبي، يتحدى ايضا حكومه الوفاق. ما هذا الهطل السياسي؟ لا اجد له مثيل، لا اجد له مثيل. اردوغان هكذا دائما يسبح ضد الطيار وضد عقارب الساعه وضد البوصله، بوصله الحق. يعني فايز السراج يعني وحكومة الوفاق منتهت صلاحية، لكن كمان فايز السراج من اسبوعين ثلاثة الراجل قال انا اخري اكتوبر وخلاص مش هشتغل تاني، يعني فضل اربع ايام ولا خمس ايام، هو بيحاول بقى بسرعة يمضي منه اي حاجة ويمثل عبئا على كاهل الدولة الليبية. يا اخي شيء غريب وشخص غريب، واعتقد انه يعني الامر يعني ما عدا يعني يحتمل احد، دولة مارقة، دولة مزعجة، دولة بتثير الكراهية والاحقاد، ورئيس لهذه الدولة بيمارس يعني صكوكا لا يملكها، وبيمارس سياسات عدائية ضد الدول. يعني تخيل معي اردوغان وحزبه ضد مين؟ ضد مين؟ ضد كل الناس، ضد سوريا، ضد العراق، ضد قبرص، ضد اليونان، ضد مصر، ضد العراق، ضد الليبيين. ما هذا يعني؟ انت 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 سبحان الله، يعني ما فيش غيرك يعني عمال يتنطط، ما فيش ايه التنطيط اللي فيه؟ دائما ما يبول عكس التيار اردوغان، واعتقد انه لن يلوم الا نفسه، ولن يعني يلوث الا ملابسه، واعتقد انه سيندم ندما كبيرا خلال الفترة القادمة. الراجل وصل فقد عقله، فقد عقله تماما. النهاردة بيقول ما لم اكن اتخيل انه ممكن يقوله في يوم من الايام. اردوغان بيقول لا مسلم
اسمعوا يا مسلمين، لا مسلم إلا المسلم التركي. كلمة مسلم بتعني تركي، والإسلام فقط موجود في تركيا. هكذا تنظر أوروبا، وبيقول هكذا تنظر أوروبا. أوروبا ما تعرفش من المسلمين إلا الأتراك، أوروبا ما تعرفش الإسلام إلا في تركيا. النهاردة قال هذا الكلام، أهو أهو زي ما قال موقع تركيا الآن، أردوغان يتخطى الحدود، المسلم هو المواطن التركي. واحد بيتفرج عليا دلوقتي، ولا واحدة بتتفرج عليا، بتقول لك الراجل ده بقى بيبالغ، والله نشأة ده بيبالغ، ويبدو ان هو يعني بكره أردوغان بقى على السبحة وعمال يألف أي كلام عليه. خلاص يا عم أنت صادق، تعال اسمعه. لايكين كاليسي فرنسا ده Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hakaret eden karikatürlerin binaların dış yüzeylerine yansıtılması en sefilinden bir bayağılıktır. Bunun adı da özgürlük değil, düpedüz İslam düşmanlığıdır. Avrupa'daki her İslam düşmanlığının aynı zamanda Türk düşmanlığı olduğunu da asla aklımızdan çıkarmamalıyız. Çünkü Batılı için Müslüman Türktür, aynı şekilde Türk Müslümandır. Ülkemizin üyeliğine karşı sergilenen riyakarlıkta Avrupa Birliği değerleri diye dünyaya yutturulmaya çalışılan bağnaz ve faşist zihniyeti zaten görmüştük. Şimdi kendi vatandaşı olan Müslümanların haklarına yönelik bu tür saldırılarla Avrupa faşizmi yeni bir safhaya geçmiştir. Bu tehlikeli gidiş 1. ve 2. Dünya Savaşları'nda insanlık tarihinin en büyük katliamlarını gerçekleştiren Avrupa'nın aklının hala başına gelmediğinin işareti. يعني خلاص دخل في طور فقدان العقل تماما. وانا بقول لأردوغان لا، انت مخطئ، انت خاطئ، انت ترتكب خطيئة. الاسلام الحقيقي ليس في تركيا، والمسلم الحقيقي ليس في تركيا، وانت ابعد ما تكون عن الاسلام، وابعد ما تكون عن اخلاقيات المسلم. ولا تنسى اصولك اليهودية، ولا تنسى ايضا انك لا تصلي، ولا تنسى أيضا أنك سارق فاسد، أسرتك أسرة فاسدة، بلال سارق وأنت سارق، وسنفضح كل سرقاتكم بالصوت والصورة، فأنتم لصوص. والمسلم لا يسرق، والمسلم لا يكذب، والمسلم لا يقتل. أردوغان يقتل شعبه، أردوغان يقتل الأكراد ليل نهار، أردوغان يقتل إخواننا في سوريا ليل نهار، أردوغان يقتل المعارضين من حركة الخدمة داخل تركيا ليل نهار، أردوغان بيلقي المعارضين من طائرة مروحية من الهواء من الجو، لأنه عارضوا أردوغان بقولهم أن هذا العصر عصر ظلم. أردوغان بيتجسس على كل المعارضين من خلال الأئمة الجواسيس الذين ينتشرون في أوروبا. أردوغان الذي يقول ما لا يفعل، أردوغان الذي يبتز أوروبا ليل نهار باللاجئين، بورقة اللاجئين، أردوغان الذي يتحدث عن القدس على أنها قدس الأقداس، وفي نفس التوقيت يذهب إلى حائط المبكى ويبكي ويضع إكليلا من الزهور على قبر مؤسس دولة إسرائيل تيودور هرتزل. أردوغان الذي اعترف بأن القدس عاصمة لإسرائيل منذ أن وقف مع قادة إسرائيل في قلب القدس. أردوغان الذي يتغنى بأنه القدس وأنه فلسطين وأن القضية الفلسطينية هي شغل الشاغل، لم يتجرأ ويرفع مرة واحدة الغطاء عن ممارسات تركية مع إسرائيل، ولم يقوم حتى هذه اللحظة بطرد السفير الإسرائيلي من أنقرة أو سحب السفير التركي من تل أبيب. أردوغان الذي يتحدث عن الحق والعدل والمساواة، أردوغان يمارس
كل الرذائل السياسية الآن بيشعل معركة جديدة بين أرمينيا وبين أذربيجان، بيرسل مرتزقة سوريين إلى ليبيا، بيرسل مرتزقة سوريين إلى أذربيجان، يتحدث على أنه يدافع عن المسلمين في كل مكان. كيف يذهب لكي يدافع عن هؤلاء الذين قاموا بسرقة الأراضي، قاموا بسرقة المستقبل في سوريا في عفرين، يقوم بعملية تتريك، تغيير اللغة وتغيير العملة وتغيير الملامح الطبيعية للأرض في عفرين، ويزرع مكانهم آخرين ليغير ملامح المكان. هذا هو أردوغان، هذا ليس إسلام. الإسلام الحقيقي، الإسلام الذي لا يعرف العنف، لا يعرف القتل، لا يعرف الدماء، يعرف التسامح، هنا في مصر، وأنت تعلم هذا وشعبك يعلم هذا أيضا. كفى أن يعرف الناس ويعلم الناس أن في تركيا، وهذه معلومة يعني صادرة منذ ساعات، كل 10 أيام في تركيا يتم بناء معتقل جديد، يتم بناء معتقل جديد كل 10 أيام. بقولها بكل اللغات، بجيبها خبر مقدم وجيبها مبتدأ مؤخر. في كل 10 أيام هناك سجن جديد أو معتقل جديد في تركيا. عدد السجون في تركيا وصلت 355 سجن، 355 سجن، 39 سجن بتكلفة 24 مليار ليرة، 24 مليار ليرة تركية لبناء 39 سجن، حتى يصبح في تركيا الآن عدد 355 سجن في عموم تركيا أكبر نسبة سجون في العالم بيتم بنائها. أردوغان بيبني سجون أكتر من المساجد، بيبني سجون أكتر من المخابز، بيبني سجون ب 24 مليار ليرة في الوقت اللي الشعب التركي فيه جائع. جائع؟ نعم. أنا مبالغ؟ لا والله. الآن دولة بهشلكي اللي هو زعيم الحركة القومية المساند لأردوغان وحليف أردوغان رفع لواء دعوة بيقول فيها الرغيف المعلق أو الخبز المعلق، كل واحد بيخش يشتري عيش من الفرن، يشتري 10 رغيفة، خليهم 12، 2 علقهم بره عشان الفقراء ياخدوهم من غير ما يتكسفوا ياكلوهم، لأنه الشعب التركي مقدم على مجاعة. أكتر من 75% من الشعب التركي دخل في دائرة الفقر. الشعب التركي الآن بيعاني لا في وظائف لا في استثمارات، العملة انهارت، وبالتالي أردوغان بيرجع تاني أول ما يجد هذا يبدأ يتكلم في الدين، صبر وما صبرك إلا بالله إن مع العسر يسرا، يبدأ يستخدم من الدين ويلتقط آيات وأحاديث ليدغدغ مشاعر الناس ويخدر الناس بإيه؟ بالدين. لذلك علي باباجان بيقول له، اللي هو زعيم حزب ديفا، بيقول له: ألا يؤنبك ضميرك مطلقا؟ أنت ضميرك ما بيوجعكش خالص؟ بيقول له علي باباجان، بيقول إنه أنا شغلت قبل كده، كان علي باباجان وزير اقتصاد، بيقول المضايقات اللي بتعرض لها في حزبي بعد بقيت معارض بتؤكد عدم احترام الرئيس أردوغان للقسم اللي أقسمه أمام البرلمان إنه يحترم الدستور والقانون. هذا الرجل لم يفي بقسمه، هذا الرجل حنث بيمينه، هذا الرجل بيقول له في الآخر: ألم يؤنبكم، بيقول له هو وحزبه ضميركم مطلقا. بيكمل علي باباجان اللي هو المعارض التركي اللي كان معاه امبارح، بيقول: يا جماعة، فيه رئيس دولة شعبه جعان، مش لاقي ياكل، مش لاقي اللقمة، مش لاقي رغيف الخبز، وبيبني بيعمل هذه السجون كل 10 أيام سجن. كان بيتكلم في مدينة علي باباجان، بيقول ان هذه المدينة فقط بيتبنى فيها سجون ب 270 مليون ليرة، 270 مليون ليرة في قرية، يعني موجود في قرية. بيتكلم بيقول ده انا عمري ما شفت هذا الكلام. تعالوا نشوف نائب أردوغان بيقول إنه لا، نائب لرئيس الحزب: لا حق لواشنطن في رفض أو قبول امتلاك تركيا منظومة S-400. ما هو تركيا عايزة تلاعب روسيا وأمريكا مع بعض الاثنين، ياخد من روسيا S-400 وعايز ياخد F-35، الطائرة F-35 من الولايات المتحدة الأمريكية، وأمريكا رفضت هذا الكلام. نائب رئيس الحزب بيقول: محدش يقدر يجبرنا، فأمريكا قالت له عايز تاخد S-400 من روسيا
مالكش عندنا اف 35، واف 35 اعتقد انه موجوده في اسرائيل وتمت الموافقه عليها مؤخرا لبعض الدول التي قامت بالتطبيع مع اسرائيل. اخر خبر عندي، لدينا معلومات شبه مؤكده انه قافله التطبيع مع اسرائيل اللي انتهت بالامس او اول امس ببوادر تطبيع سوداني اسرائيلي برعايه امريكيه ستكون قطر. قطر هي المحطة القادمة للتطبيع علاقات كاملة أو للإعلان عن التطبيع القائم بالفعل. يعني هناك تطبيع عن قائما بالفعل بين قطر وبين مين؟ وبين إسرائيل، لكن أن يتم الإعلان عنها فهذا سوف تشهده ونشهده معا الأيام القليلة القادمة. ستشهد قطر في جملتين، قطر معلومة أخرى عبر وساطة كويتية، هناك كلام عن مصالحة قطرية خليجية، ربما هناك محاولات من أمير الكويت الجديد إنه قطر تعود مرة أخرى إلى الحضن الخليجي باتفاقات أو بشروط، ربما السعودية يعني والإمارات، هنشوف بنتابع القصة. لكن معلوماتي إنه في حديث جاد حول إعادة بند أو إعادة ملف المصالحة القطرية لكي تكون مرة أخرى قطر جزء من الكيان الخليجي، لكن تقديري انه ديل الكلب عمره ما هيتعدل، ديل الكلب عمره ما هيتعدل، الكلب القطري اقصد عمره ما هيتعدل. ليه؟ لانه قناة الجزيرة موجودة بتشتم، تطعم في الاعراض، تكذب، اكاذيب، تخريب، محاولات تخريبية، نهايات طرفية لتركيا. فاعتقد ان الموضوع صعب، لكن ما بندخلش في شؤون داخلية لاحد، لكن اقول انه قطر في طريقها للتطبيع الكامل مع إسرائيل، وتحاول أن يكون هناك مصالحة خليجية. انتهى وقت تماما، دمتم في أمان الله.